18/1/2012، هذا ما اشتغل في منطقة البياضة المحاصرة تماماً. هذا اطلاق احتراق منزل جراء اطلاق النار وقذائف المدفعيه وقذائف الهاون على منطقه البياضه من حاجز الزير وايضا من شارع البياضه الرئيسيه. طبعا هذه المنطقه كلها محاصره تماما في منطقه البياضه. هنا يشهد تعزيزات عسكريه كامله في محاوله دخول منطقه البياضه للبحث عن المنشقين. تم اطلاق القذائف المسماريه وقذائف الهاون على منزل كامل، وتم هذا المنزل الان يحترق في منطقه البياضه في هذه الساعه 7 صباحا من يوم 18/1/2012.